إننا بإمضاء هذه التعليمة سنساهم بشكل عملي في إتاح الفرصة لفئة حاملي شهادة الدكتوراه للحصول على وظيفة، كما أننا سنساعد دون شك الجامعة الجزائرية على تحقيق رهاناتها وتحدياتها الحاضرة والمستقبلية. إن هذه التعليمة سيسري تطبيقها مباشرة بعد توقيعها، ستزود الإدارات والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة بكفاءات عالية التكوين والمهارات في عديد الحقول والميادين والتخصصات العلمية والتكنولوجية. مبروك على هذا حامل شهادة الدكتوراه، وإن شاء الله العمل سيكون متواصل، وخاصة مع المدير العام للوظائف العمومي اللي ستدرج هذه الدبلومات والتي ستستحدث في مدونة مناصب، اللي إن شاء الله راح يوفرها كافة القطاعات.